أهلا وسهلا بكم. قناة خلف أسهم على اليوتيوب، ابحثوا بعبارة خلف أسهم. سأقوم بتحليل إن شاء الله الأسهم جبل عمر، النقل الجماعي، نادك التعمير، أماك. أحب أذكر أن كل ما أطرح هنا محتوى تعليمي ترفيهي، ليس دعوة لبيع أو شراء. ما شاء الله هناك بوادر كثيرة وعلامات متعددة على قرب انتهاء الشر، وإن شاء الله قرب انتهاء التصحيح. وكحالة جميع أسواق العالم، بعد كل ارتفاع لابد هناك تراجع وجني ربح وتصحيح للأسعار حتى نؤسس مناطق دعم جديدة. أول سهم عندنا جبل عمر، ما شاء الله يعني اقتربنا من، علاوة على الإيجابية بعيدة المدى في المستوى الشهري والمستوى الأسبوعي وأيضا المستوى اليومي، هناك بوادر قوية على قرب الارتداد. هذه الخطوط الاتجاه رسمتها للمهتمين، ولدينا لاحظوا قوة الارتداد من مستوى 24، ولدينا 23 نقاط دعم قوية للسهم، أتوقع إن شاء الله أن يرتد منها السهم. دعوني أنتقل للسهم الذي يليه، وهو سهم الباص كما يطلق عليه في أوساط المتداولين، أو سابتكو النقل الجماعي. هذا هو سهم ساودي بابليك ترانسبورت كومباني أو سابتكو، وما شاء الله أيضا عند الخطوط التي رسمها أو رسمتها أنا، وأعوذ بالله من كلمة أنا، لكن أحب أذكر وأذكر المتداولين والمشاهدين كيف تقرأ الخطوط اللي يرسمها خلف، يعني هكذا تقرأها. لاحظوا هنا، وأذكر أنني ذكرت أننا 20 نقطة مهمة انكسرناها فنحن ذاهبون بلا شك إلى 17. لاحظوا الآن السهم اليوم حقق أدنى سعر 16.64 وأغلق فوق 17. أنا أتوقع أنها من نقاط الدعم المهمة، يجب أن يستقر عندها السهم، وإلا أنا أتوقع، لا أريد استبقى الأحداث، عندنا 17 وعندنا 15، هذه النقاط التي متوقع للسهم أن يرتد منها. طيب كيف يرتد؟ تقريبا بهذه الطريقة، إذا ارتد سيرتد بهذه الطريقة، إذا لم يرتد فنحن ذاهبون إلى 15 ريال بأدنى شك على هذا الشكل. أحب أذكر أيضا أن هذا اجتهاد، أرجو أنك لا تتخذ قرار بناء على هذه المعلومات، هذا استخدم هذه المعلومات لكي تساعد نفسك وتنطلق من قرارك ومنظومة قراراتك حتى تقيمها مع الوقت. ننتقل للسهم اللي بعده، وهو سهم نادك 60.10. سهم نادك أيضا ما شاء الله، شوفوا لاحظوا نقطة 30 التي سبق ورسمتها. الآن من وضع أمر على 30 نفذ له وربح 5% بالإغلاق، فدائما على الرغم من النزولات أو أيام النزول والتصحيح العنيفة، انتبه لنقاط الدعم، والنقاط الدعم الفعلية يجب أنك تعتمد على شخص يجيد رسم نقاط الدعم، ليس أي شخص، فاتبع من تثق به حتى فرص ربح ما شاء الله بالسوق يعني أكثر من كثيرة. نادك إحداها، 5% في يوم واحد، من وضع طلب على 30 ريال نفذ له وعند الإغلاق 31.5، 5% بجيبك في نص يوم. يعني أيضا متوقع السهم أن يزور 30 مرة أخرى، ففرص المضاربة كثيرة وفرص الربح لا تنتهي بالسوق، لكن قليلا شيئا فشيئا تجنب المخاطرة الكبيرة برأس مالك، خذ وقتك بالتعلم، لأن هذا مهارة مهمة ومهارة صعبة، لا أنكر ذلك، فلذلك لا تستعجل، اطمئن اطمئن اطمئن، وإن شاء الله ستحقق كل أحلامك وكل ما ترغبه من هذا المكان. طيب نادك إذن نقطة الدعم 30، أنا أثق بهذه النقطة كثيرا. طيب نشوف إن شاء الله ما سيحصل للسهم لاحقا. دعوني أنتقل للسهم الذي يليه، وهو سهم التعمير 4150. طيب عفوا هذه شركة أخرى، ليست طيب رياض ديفلوبمنت كومباني، هذه سهم التعمير. لا لاحظوا أنا رسمت التحليل
في هذه النقطة مسبقا في فيديو التعمير، لو رجعت إلى فيديو تحليل سهم التعمير ذكرت أن هذه النقطة مهمة يجب أن نحافظ عليها كي لا نذهب إلى النقاط أسفل منها. الآن السهم هذا هو أمامكم، لم يستطع الحفاظ على نقطة الدعم التي رسمتها أنا في الفيديو، وهذا الكلام ليس للمباهات وللغرور، لا، حتى تعرف كيف تستفيد من فيديوهات قناة خلف أسهم. هكذا تستفيد، لما يرسم خلف نقطة دعم ناظر لها، لا تغيب عن عينك، لأنها تشعرك بالطمأنينة عند الدخول، تخبرك إلى أين ذاهب السهم، ما هي النقاط التي سيرتد منها، وهكذا ما هي النقاط التي إن أغلق دونها يجب عليك أنك تتخلص من السهم كي لا يذهب إلى نقاط سفلى. لاحظوا هنا بالضبط أغلق السهم أقل من 25، ارتد قليلا ثم هبط إلى 23، 10% تقريبا، أو حتى أو 7.5 تقريبا، حققنا 22.5 يعني نسبة 10% اليوم حققناها. طيب نقاط الدعم التالية، أرجو أن لا يغضب علي المتداولين وأن لا يغضب، نقول إن شاء الله أنه ما يصل للعشرين، نقول إن شاء الله أنه أنهى التصحيح وسيرتد من هذه المستويات، لكن قد يصل للعشرين. فأعيد وأنبه، لا تغضب على خلف، أنا ما لي ذنب، مو أنا اللي أنا أبيع ولا أنا اللي أدفع الأسهم للأسفل، بالعكس أنا أقدم لك محتوى مميز وبشكل مجاني لن تجده في أي قناة، وأنا أرجو منكم وأتمنى منكم أن تدعموا القناة، بدون دعم لا يستمر هذا العطاء المميز. فأنا أقدم كل هذه المعلومات الثمينة بشكل مجاني لكم، وأتمنى منكم أن تدعموا القناة، شيروا القناة على الواتساب، ارسلوها للسوشيال علشان يزود المتابعين إن شاء الله، ويزود أيضا فرصة الوقت لدي أنا أطرح لكم محتوى يفيدكم وينقذكم من خسارة. الآن هنا 10%، يعني 10% أنت أولى فيها، المستثمرين أولى فيها، تقدر تبيع السهم وتأخذ من تحت، تأخذ من 20 من 22. فأنا أقدم محتويات ما هي سهلة، يعني لا تقدر بثمن حقيقة، فكمية المنافع والفوائد، وهذا بفضل الله لا شك، أنا أقول الحمد لله وأشكر الله على ما هداني الله من هذه النعم، وها أنا أدفع زكاة العلم وأنشره للناس بشكل مجاني. طيب إذن التعمير نعيد ونكرر، لديه خطورة أن يذهب للعشرين، وربما إن شاء الله أتمنى أنه يرتد من 23 وخلاص ننتهي، لكن لا أرى أي دعم قريب من هذه المنطقة، هذه المنطقة تعتبر فضاء، فأعتقد أننا ذاهبون للعشرين إذا لم يرتد بشكل سريع إلى ما أعلى 25. دعوني أنتقل للفيديو، للسهم، آخر سهم عندنا اليوم على هذا الفيديو 13-22 أماك. طيب سوري، طيب اوكي، المصانع الكبرى مايننج او ما تسمى اماك. طيب هذه الخطوط التي رسمتها مسبقا، وسبق اني اعتقد اني تكلمت ان السهم متوجه للاسفل، وحصل لو ترجع للفيديو بالضبط هنا هذه النقطة الرمادية، هنا تكلمت عن السهم اننا ذاهبون للاسفل. طيب وقلت وين ذاهبون؟ ذاهبون للثمانين ثم السبعين. الآن لاحظوا الآن حنا نتكلم عن كم، يعني من هذه أيضا فيديو آخر، تقريبا 15% أنا أخبرت الناس عن هذا النزول المرتقب للسهم، هذا أيضا الحمد لله، أنا أقول أحمد الله على هذه النعمة، وإن شاء الله ما أقصر بزكاة العلم، وإن شاء الله أنكم أيضا ما تقصرون بنشر القناة ودعمها. طيب الآن نحن نزلنا للثمانين، وأيضا أكرر أتمنى إن شاء الله أن نرتد من الثمانين، نقول إن شاء الله، لكن إذا لم نرتد ويتماسك السهم عند الثمانين ريال فنحن بلا شك ذاهبون إلى السبعين ريال، for granted، يعني كما يقال for granted، مضمون أننا نذهب للسبعين ريال. فإذا لم يتماسك عند الثمانين ريال،
أتمنى أني غطيت هذه الأسهم، وإن شاء الله سوف أغطي أسهم أخرى، لا أريد أن أطيل عليكم. شكرا لكم، thank you very much، و see you، نشاهدكم إن شاء الله في فيديو آخر.